طيب خلينا اسال مستشار رفعت السيد رئيس محكمه جنايات القاهره السابق. سياده المستشار اهلا بيك. اهلا اهلا استاذ وائل. سياده المستشار ما فيش شك انه يعني اغتيال ابن مستشار نقله نوعيه في العمليات الارهابيه، بمعنى انه ليس القاضي فقط هو المستهدف ولكن كمان يتم استهداف عائلته ويتم استهدافه من نقطة ضعفه الإنسانية وهي ابنه. هل تتعاملون بهذا الاتجاه وبقلق شديد مع الحادث اللي حدث اليوم؟ وبداية أتوجه إلى الأخ الزميل محمود السيد وأسرته الكريمة بخالص العزاء في فقيدهم الغالي الذي أعتقد أنه فقيد مصر كلها اليوم وليس فقيد الأسرة القضائية فحسب، بغض النظر ما إذا كان مستهدفا بذاته أم كان غيره هو المستهدف، فأبناء مصر جميعا على قدم المساواة شهداء نحتسبهم عند الله. بداية أحب أن أوضح أن القاضي دائما ومنذ أن نشأ القضاء في مصر كان يستمد حصانته من أحكامه العادلة وهيبته وقناعة المواطنين بأن في مصر قضاء يحكم بالعدل ولا يحيد عن العدل، وبالتالي كان يحكم في القضايا بالأشغال الشاقة المؤبدة مثلا وتجد الصيحات في القاعة تهتف بيحيى العدل. فالعدل هو الحصين الذي كان يحمي قضاة مصر. أما مسألة اغتيال القضاة فهو أمر كان يحدث نادرا، حدث في قضية الخزندار مثلا ومضت سنين طويلة منذ قضية الخزندار ولم يغتال قاضي آخر ولم تتعرض أسرة قاضي أبدا حسب ما أعلم لأعمال إرهابية أو اغتيالات أو غيرها. هذه الأمور لم نشهدها إلا في الفترة الأخيرة. القضاة مثلهم مثل ضباط الشرطة، مثلهم مثل ضباط القوات المسلحة وجنودها، المستهدفون الذين يقتلون كل يوم في خسة ونزالة، هذا أمر نراه يوميا. فالمسألة مسألة كيف نواجه الإرهاب وكيف نقضي على الإرهاب. الحصانة الحقيقية التي نأملها هو أن نحقق الأمن والاستقرار والأمان لكل فرد في مصر، قاضيا، ضابطا، جنديا، فلاحا، عاملا، الجميع لابد وأن نحقق لهم الأمن والأمان والاستقرار. في تقديري الشخصي أننا الآن في معركة ضارية مع قوى الإرهاب، وقوى الإرهاب لأول مرة ليست قوى إرهاب داخلية وإنما قوى إرهاب داخلية تؤيدها وتؤازرها قوى خارجية وأموال ضخمة تضخ يوميا لكي تجند الشباب العاطل والشباب الفقير لكي ينضم إلى هذه المجموعات، يؤدي أعمالا خسيسة مقابل مبالغ نقدية عالية تسيل لها لعاب هؤلاء المجرمون. فالأمر الآن يحتاج إلى وقفة شديدة. لا نخاف ولا نرتعش ولا نجامل ولا حياء في العلم ولا حياء في الدين. يعني تعتقد أنه القضاة يا سيادة المستشار لن يتأثروا؟ في النهاية أنا لسه بقول القاضي بشر، نقطة ضعفه الإنسانية ابنه، وبالتالي لن يؤثر ذلك فيهم؟ أنا لا أتحدث عن شعارات ولا أتحدث عن مواقف بطولية نتحدث فيها بلغو الكلام. أنا أتحدث الآن عن تحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين قضاة وغير قضاة. أنا بأطالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قائدا لهذه الأمة التي تقف جميعها خلفه صفا واحدا وسندا واحدا، ألا يهتم على وجه الإطلاق بما قد يقال من أننا نعاد الديمقراطية أو أننا لسنا نسير في مواكب النفاق الخاص بحقوق الإنسان وغيره. الآن نحن في معركة رهيبة مع الإرهاب. الإرهاب لن نستطيع أن نتصدى له يا أستاذ وائل، وأقولها على مسؤوليتي،
إلا إذا تم اجتثاثه من أساسه، ولن يكون ذلك إلا بإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لمقاومة الإرهاب دون غيره، أي لا يطبق إلا في حالات الجرائم الإرهابية، والقصد منه الوقاية خير من العلاج. لابد من اعتقال كل من تسول له نفسه أن يساند أو أن يقف أو أن يشارك أو أن يؤدي أي عمل من الأعمال الإرهابية أو يفكر في أن يؤدي أي عمل من الأعمال الإرهابية. كل يوم جمعة نشهد مظاهرات تخرج وتحاول الاحتكاك برجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة، نشهد قنابل تزرع ويموت فيها الكثيرون. هل ننتظر حتى يحدث الحادث ثم نتعقب مرتكبيه ثم نحاكمهم أمام القضاء؟ هذا أمر غير مقبول. الآن يتعين علينا أن نقي الشعب من الشرور، ولن يكون ذلك إلا باعتقال كل من يشتبه في أن له دورا في هذه الجرائم. هتتهم بانتهاك حقوق الإنسان والدول الخارجية؟ ليكن أمن وأمان واستقرار المواطن خير وأبقى وأهم من كل الشعارات ومن كل المجاملات ومن كل المنظمات الغربية والشرقية. أمني وأماني هو الأصل. ماذا أستفيد فيما لو فقدت حياتي في أن يقول العالم عني أنني ديمقراطي وأنني أرعى حقوق الإنسان والحيوان وغيره؟ هذا أمر غير مقبول في الوقت الحاضر. اكتساس الإرهاب لا يكون إلا بالمواجهة الصريحة. أما بالنسبة للمنظومة القضائية، حتى أنهي حديثي، فأيضا المنظومة القضائية لابد وأن تحتاج الآن وعلى الفور إلى تعديل شامل في المنظومة القضائية. القضاء يجب أن يكون بدءا من الآن بالنسبة للقضايا الإرهابية جميعها مجندين للعمل طوال أيام الأسبوع، أي على الدوام كما هو معروف في كافة الدول العربية. لا يكون هناك أدوار للقضاء 3 أيام في الأسبوع بالنسبة للقضاة الابتدائي و6 أيام في الشهر بالنسبة للقضاة الجنائي. لا يا سيدي، القاضي يجب أن يعمل من الآن 25 يوما على الأقل في محاكمة القضاء، في محاكمة هؤلاء الإرهابيين. التأجيل يكون باليوم وباليوم واليوم كما يحدث في قضية القرن مثلا أو في القضايا الخاصة بالإرهاب محمد مرسي وغيره. هذا ما يجب أن يكون. يجب أيضا أن تكون الاستئنافات على درجة واحدة. تحكم محكمة الجنايات في القضية، يكون من حق المتهم أن يطعن أمام محكمة النقد، محكمة النقد تحكم في الدعوة شكلا وموضوعا، لا أن تحاكم الحكم كما هو الآن وكما هو متبع في كل الدول العربية. أما هذه المنظومة أن تحكم محكمة الجنايات فيطعن بالنقد، ثم إذا ثبت أن هناك عوار في الحكم تعاد المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات، ثم ينقض مرة أخرى فإذا ثبت أن هناك عوار تتصدى المحكمة. هذا كلام غير مقبول، كان يمكن قديما أن يكون مقبولا، أما في هذه الحوادث الإرهابية فلا بد من تعديل قوانين الإجراءات الجنائية بأن تكون درجات التقاضي درجتين فقط، محكمة الجنايات ومحكمة النقد. تحكم محكمة الجنايات يكون الطعن خلال 60 يوما، تقضي محكمة النقد خلال 60 يوما. بهذا نستطيع أن نسرع من العدالة الناجزة، وأن نستطيع أن نرهب كل من يحاول إرهاب الشعب. بغير هذا الذي أقترحه أعتقد أننا سوف ندور في حلقات مفرغة، وسوف نتحدث عن شعارات، وسوف نتحدث عن أوهام، ولن نتقدم خطوة إلى الأمام. إما أن نواجه الإرهاب، وإما أن نقضي على الإرهاب، وإما أن نمتثل لما يقولونه في الغرف المغلقة المكيفة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول العالم الأخرى التي لا يهمها ما يجري في مصر ولا ما يجري في العالم العربي. لو كانوا يهتمون بنا فلماذا يؤيدون داعش ولماذا يؤيدون الإرهاب في كل الدول العربية؟ هؤلاء ينادون بأشياء يعلمون أننا لو طبقناها سوف نكون إلى الفناء، وهذا لن يكون بإذن الله. مستشار رفعت السيد، بتوجه لك بالشكر. إذن احنا بنتكلم عن مجموعة